بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الصيام له أثر على المسلم في بدنه وصحته، لأنه يعود الإنسان على الجوع والعطش والتحمل، ولذلك يسمى شهر الصبر. شهر رمضان يسمى شهر الصبر، لأن الإنسان المسلم يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله عز وجل ويصبر عن ذلك، فله أجر الصابرين. والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك شهر رمضان صيام الشهر أو الصيام المشروع في رمضان أو في غيره له فائدة على صحة الإنسان، لأنه ينظم له غذاءه وطعامه وشرابه، فلو أنه استمر على الأكل والشرب ربما يورثه ذلك مرضا وتخمة. وأما إذا صام فإن هذا ينقي معدته ويخفف عنه آلام الجسم التي تترتب على تناول الطعام والشراب. وكذلك شهر رمضان يعود الإنسان على الصبر والتحمل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أن الله قال: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. الصائم ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله عز وجل، امتثالا لأمره وطلبا لثوابه، فلذلك يتولى الله جزاءه يوم القيامة. أما سائر الأعمال فإن مضاعفته مقدرة بعشر حسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أما الصيام فلا حد لمضاعفاته عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزي به، أي أن جزاءه لا يعلم مقداره إلا هو سبحانه وتعالى، بسبب أن الصائم أخلص نيته لله عز وجل. فلذلك خص الله جزاءه بأنه يتولاه سبحانه من عنده، ولا يعلم أجر الصائم إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا بحسب نيات الصائمين، بحسب ما يتحملون في الصيام من المشقة، فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف أجورهم بأضعاف لا يعلمها إلا الله. ولهذا قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله سبحانه: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. والله جل وعلا يتولى جزاءه ولا يعلم مقدار مضاعفاته إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا فيه فضل الصيام في رمضان وفي غيره، ولكن في رمضان نظرا لأن الله فرض صيامه يكون المضاعفة والأجر آكد وأكثر عند الله سبحانه وتعالى. فهكذا المسلم يكون عمله خالصا لوجه الله، يرجو ثواب الله
ويخاف من عقابه ويخلص نيته لله عز وجل. والصيام قالوا لا يدخله رياء، خلاف بقية الأعمال فإنها قد يدخلها الرياء، لأن الصيام نية باطنة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالصائم ولو خلى بما يشتهي ولا يراه أحد فإنه لا يتناول شيئا من شهواته تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. الصيام لا يدخله الرياء كما يدخل في سائر الأعمال. وأيضا الصائم لا يختلف عن غيره في المظهر، فأنت إذا رأيت رجلين، رجل مفطر ورجل صائم، لا تميز بينهما، لأن الصيام إنما هو نية بين العبد وبين ربه عز وجل. ولهذا اختص الله الصيام من بين سائر الأعمال فقال الصوم لي وأنا أجزي به، فهذا فيه فضل الصيام. أسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وإحسانه وأن يجعلنا من الصائمين القائمين في هذا الشهر المبارك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.